فعاليات ترويجية تقيمها مديرية التربية بالحسكة بهدف الترويج لمنهاج الفئة ب عامين بعام، والذي يستهدف الطلاب المتسربين من التعليم الحكومي في المحافظة التي فقد عشرات الآلاف من أبنائها حقهم بالتعليم نتيجة منع ما يسمى الإدارة الذاتية تدريس المنهاج الحكومي وإغلاق أكثر من 2000 مدرسة حكومية. هي دعوة لكل الأهالي والطلاب الذين قطعوا لأكثر من عامين الالتحاق بمنهاج الفئة ب تجريبي، وخصوصا في ظل ظروف محافظة الحسكة وسيطرة ميليشيا قسد على أكثر من 2000 مدرسة وتسرب أكثر من 100 ألف طالب. ندعو اليوم جميع الأهالي إلى إلحاق أبنائهم في منهاج الفئة ب تجريبي. ويهدف الترويج الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب عبر منشورات توعوية تستهدف الأطفال وأولياء الأمور لتحفيزهم لإعادة أطفالهم إلى مقاعد الدراسة. أنا طالب ملتزم مدرستي، وأشجع كل الأطفال سوريا وكل الأطفال والتلاميذ أنه يرجعون على مدارسهم. رغم كل الظروف الصعبة أتمنى كل رفقاتي يداوموا على المدرسة، ومهما كان نحفر جوا الأرض وإحنا مشان نداوم ونتعلم. رح ننتصر بتعليمنا ونعود المدارس ورفقاتنا ومدرسة في أبي. أنا أتمنى أن كل الطلاب يرجعوا للمدارس لأنه المدارس مفتوحة والمعلمات موجودة والكتب موجودة. انتصر الجيش العربي السوري ورح ننتصر بتعليمنا وعلى المدرسة راجعين. أدعو جميع أصدقائي الذين يتأخرون عن التعليم السوري أن يلتحقوا منهاج في أبي السوري وقوتي في تعليمتي. أتمنى من كل الأهالي ويرجعون والطلاب يرجعون إلى المدارس. إحنا قام نقطع مسافات حتى نجي مشان نتعلم، لأن العلم نور. يعد منهاج الفئة ب فرصة للطلاب المنقطعين عن التعليم الحكومي للعودة إلى الدراسة وفق نظام عامين بعام بهدف حرق الزمن والحصول على التعليم بسنوات أقل تعوض سنوات التسرب السابقة. أيهم مرعي لقناة سما، مدينة الحسكة.